نحن نكرمكم ونكرم كل الحاضرين على أمر الوطن، نكرمكم في شخصكم ونكرم كل إعلامي بلادي الأشراف، وأنتم من نفر عمروا الأرض حيثما بطنوا يذكر المجد كلما ذكروا وهو يعتز حين يغتنم. التكريم الأول نكرم في هذه اللحظة أخونا الفارس الانصرافي، استلم نيابة عنا أخونا قسام القتالي دورا الإعلامي مدير المجد الخارجي لجماعة التقرار. كلما ذكروا وهو يعتز حين يغترم. نجم الاخ رشيد.